ارجع سياده المحافظ الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه. سياده المحافظ تابعنا هذا التقرير، ولكن عايز كمان اللي شفناه النهارده في هذا التقرير زيه ايه تاني في الدقهليه؟ احنا بنتكلم على كم قريه، بنتكلم على كم مركز مرحله اولى، ورايحين فين في هذا الملف، ووصلنا في نسبه تنفيذ قد ايه في الدقهليه حتى الان المرحله الاولى؟ طبعا يعني احنا مبدئيا بنشكر فخامه سياده الرئيس على مبادره حياه كريمه اللي يعني غيرت تاريخ مصر كلها وتاريخ البشريه، انها عملت حاجه جديده ما حصلتش يمكن على مستوى العالم تستحق انها تاخد براءه اختراع. احنا يمكن في الدقهليه عندنا مركز شربين فيه 512 الف نسمه في قرى شربين، احنا عندنا 26 قريه 8 ام و26 قريه تابع ليهم، بالاضافه ل 278 تابع اتعمل لهم كل المرافق اللي موجوده، ويمكن اللي حضرتك شايفه في التقرير والساده الزملاء صوروه هو جزء من مجهود كبير بيقوم بيه كل القائمين على حياه كريمه، بدايه من عمل محطات معالجه ومحطات رفع وخطوط طرد وشبكات وتوصيل وصلات سواء منزليه للصرف الصحي او عمل محطات تنقيه وتوصيل الوصلات بتاعتها، بالاضافه طبعا الى تطوير وانشاء المدارس. احنا عندنا 61 مدرسه ما بين انشاء جديد وما بين تطوير وتاهيل رفع كفاءه، عندنا انشاء 25 وحده صحيه طب اسره، عندنا صرف صحي، عندنا ميه، عندنا غاز، عندنا تليفونات فايبر اوبتيك، عندنا فائق السرعه، عندنا تبطين ترع، عندنا كباري، عندنا نقط اسعاف، سبع نقط اسعاف فيهم ثمان عربيات اسعاف من احدث الانواع، عندنا كل الخدمات اللي بتقدم للمواطنين سواء مجمع خدمات حكومي، مجمع خدمات زراعي، مجمع خدمات بيطري. كل الخدمات دي كانت مش متواجده، وكانت حتى لو كانت متواجده جزء منها كان متواجد بشكل لا يليق بتوجهات القياده السياسيه وبناء الانسان المصري. فاللي حصل يمكن في شربين وده جزء من المرحله الاولى، وان شاء الله احنا عندنا خمس مراكز في المرحله الثانيه، انا بعتبره اختراع للجمهوريه الجديده في عهد سياده الرئيس. طيب سياده المحافظ، الخدمات اللي هي لاول مره تدخل القرى عندنا في محافظه الدقهليه، ايه اللي دخل لاول مره اللي هو ما كانش متاح قبل كده وما كانش حد يتخيل انه ممكن يبقى موجود النهارده في قرى الدقهليه؟ لو تسمح لي يا فندم انا ممكن اقول ان كل الخدمات تعتبر للمره الاولى بهذه الجوده العاليه، يعني احنا لاول مره كل الطرق الداخليه اللي جوه القرى في الريف المصري بتترصف، كل الطرق الرئيسيه اللي واصله بين المراكز، الغاز اللي موجود وواصل لغايه مستوى كل بيت. حضرتك لو تفتكر زمان العربيه اللي كانت بتعدي بانبوبه الغاز ويقعد يخبط عليها والناس تستناه، دلوقتي خلاص الغاز بقى موجود، التليفونات بالكابلات الفايبر اوبتيك فائق السرعه والانترنت دي طبعا لاول مره، الخدمات المقدمه في مجمع الخدمات الحكوميه او البيطريه وانها تبقى متجمعه بهذا الشكل، تضامن اجتماعي مع تموين مع شهر عقاري مع سجل مدني مع وحده محليه، كل الفاسيلتيز دي او كل التسهيلات دي انها تكون موجوده في مكان واحد، ده يعتبر لاول مره جديد. ان حتى مجمع الخدمات البيطريه والله يعني موجود جزء لكل فلاح من اخواتنا الفلاحين اللي موجودين في ريف القرى المصري انه يجيب معاه المشايه بتاعته ويتكشف عليها، والدكاتره البيطريين موجودين، يعني المبادره راعت كل حاجه، راعت البني ادمين وراعت الحياه الريفيه، مراكز التاهيل اللي موجوده اللي معموله تبع وزاره التضامن الاجتماعي حاجه في منتهى الروعه، مبنيه بطراز حديث جدا، فيها كل حاجه، فيها تخاطب، فيها حضانه، فيها تنميه مهارات للاطفال، يعني كل ده لاول مره. انا عايز اقول لحضرتك كمان انه يمكن مجمع العيادات او العيادات اللي موجوده داخل الصحة أو داخل مركز طب الأسرة التذكرة بجنيه، يعني تخيل حضرتك أنت داخل تكشف رمض أنف وأذن، تعمل أسنان، تتحلل في المعمل، التذكرة بجنيه، فطبعا ده شيء يعتبر يعني ولا حاجة بالنسبة للأسعار اللي موجودة سواء في مصر أو الأسعار العالمية. الفكرة كمان إنه حضرتك لو تفتكر في التقرير كان بيقولوا إنه مركز شربين وصل لـ 4.5 مليار جنيه، المركز كان بادئ المخطط ليه انه 3 مليار ودلوقتي وصلنا ل 4.5 مليار، الفكره مش في الفلوس، الفكره في الاراده السياسيه واراده سياده الرئيس واصراره ان المشروع ينجح ويكمل برغم الصعوبات العالميه اللي احنا يمكن مالناش ذنب فيها سواء كانت كورونا او الحرب العالميه الروسيه الاوكرانيه، ولكن اصرار الاراده السياسيه وانه المشروع يكمل بهذا الشكل وبكل المميزات اللي موجوده فيه لاهالينا في شربين، ويمكن سيادته
وفخامته لما شرفنا في الدقهلية يعني شاف على أرض الواقع معدلات التنفيذ الغير مسبوقة اللي طبعا يعني القوات المسلحة بنتشرف انها بتنفذ هذا الموضوع او هذا الجزء من ضمن الجهتين المنفذتين لحياه كريمه. حاجه في منتهى الجمال، يعني حتى كنت بقول لهم لو انا ساكن في مدينه شربين نفسها انا هعدي الشارع امشي حوالي 600 متر هروح مركز الخدمات الحكوميه اخد خدماتي هناك، يعني حاجه في منتهى الروعه والجمال يمكن مش موجوده في المدن بتاعتنا العاديه اللي هي مش ريف اصلا يعني.